هذا الكبير عنده 8 سنين خلى لي 5 الوليدات وخدمت وسعيت وخدمت وما خليت ما درت على ولادي باش كبرتهم وقريت وكل واحد وصلته لمحاله والان ذهبت لي داري بدور حسيبه ولادي تلوط عليهم من هنا لهنا لاحوني في الكورونا قرصوني واللي بغى يضربني واللي بغى يعيرني واللي بغى يقول شي كذبه عليا واللي بغى يكذب واللي بغى يدير شي حاجه دارها صافي انا ما درت لهم حتى حاجه ما مدهرت معاهم ما عيرتهم ما مبرسطاهم ما والو قديت ندير شي حاجه ديال الشقه كنوض ندير ما قديتش مريضه راني كنشد الفراش جابوا لي شي حاجه ناكلها ما جابوش لي شي حاجه اللي ما كناكلهاش ما ناكلهاش انا مريضه وفاتحه كرشي ما ناكلش اللوبيا ما ناكلش داكشي اللي ضرني عندي جوج ولاد هذا مجوج وهذاك باقي تا هو عزري صغير والاخر راه مشرد مسكين تا هو في واحد القهوه جالس عند واحد الناس ملي كان معايا ساكن راه ملي تشردنا راه تا هو تشرد وعندي بنت مطلقه بولد راه هي ديك ساريه بيت ب 20000 ساكنه الى جمع الشرقاوي وبنت في عين سكاريه دار تا هي ساكنه الطلب ديالي وليدي غير شي غير فين نسكن غير شي قوس ولا بويت ولا اللي كان فين نسكن حتى نبني داري ونمشي ليلها بوحدي ما عندي ما نطلب للناس ما ناكل ما عندي خلصه ما عندي لا نتريت ما عندي حتى شي حاجه باش نتكى عليها كون عندي باش نكري كون كريت بيت وخرجت ما نجلست عند واحد ما بغاوني حتى واحد في ولادي البارح كنت شاحط معاهم قلت لها ديني قالت لي لا ما نجيش عندي جيت الاخرى قالت لي لا ما نجيش عندك الاخرى قالت لي لا ما تجيش عندي عيط لاختي قالت لي ما تجيش عندي ما عندي فين نمشي فين غنمشي الله ما نجي للزنقه نجلس فيها ما عندي فين نمشي طالبه فين نجلس حتى يتمنى لي داري ديال زيدي حجاج ونمشي وما ناكل صافي ما نبقاش نمشي عند هاد الولاد اللي غيكرصوني وانا عندي السكر عندي الطانسيو عندي الضيقه عندي الكوليسترون كنشرب هو هذا عرب ديال الدواء هي صافي كيعطيو لي غير صباح المخزن لخطا الطانسيو اللي ما عندهمش راه ما بقاش عندهم كنبغي قالت لي شري والله ما شريت وما عندي ما عنديش الجهد وليدي البارح اليوم الصباح مع 6 الصباح البارح تكرص جراو عليا مرتو تغوت هو يغوت يزدح في البيبان خرجت حالاتي قلت لمرتو انا بنيتي غاده في حالاتي كاع ما نصدعكم انا تقلت عليكم بزاف غنمشي في حالاتي قالت لي سيري